استقبل صاحب اسمه الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة شويطر، يتقدمهم السيد فؤاد حسين شويطر، حيث رفعوا إلى سموه خالص الشكر والتقدير على مشاعر سموه الطيبة بتقديم العزاء في فقيد العائلة محمد حسين شويطر طيب الله ثراه، دعينا المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا وعزا للوطن وشعبه. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المجتمع البحريني يتميز بترابطه وتماسكه في إطار شعور العائلة الواحدة الذي يجمع بين أفراده. وقال سموه: مصاب أي عائلة بحرينية مصاب لنا وأفراحها أفراحنا، فنحن ولله الحمد نعيش في نطاق الأسرة البحرينية المترابطة والمتحبة، وهذا ما جبل عليه أبناء البحرين كافة، ولا يستطيع أي من كان تغيير ذلك. وأكد سموه أهمية الدور الذي تطلع به العوائل البحرينية في مسيرة البناء والتطوير، لافتا سموه إلى أن الجميع في هذا الوطن يدا تبني وكافة الطاقات مسخرة لخدمة البحرين وازدهارها. واستذكر سموه بالتقدير الدور البارز لعائلة شويطر في الشأن التجاري والاقتصادي، مؤكدا سموه دعم الحكومة لكل جهد يخدم الوطن ويسهم في نهضته.